السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأعزاء في المرحلة أو المحاضرة الرابعة إن شاء الله النهاردة في المسار المهني، وهنتكلم عن مهارة جديدة بعون الله زي ما تعودنا الأيام اللي فاتت. معكم المدرب سلوى أحمد علي، مدرب فريق أوفيس ومعتمدة من الوزارة. طيب نشوف النهاردة في أكتر من مهارة عايز أتكلم عنهم. هبدأ بمهارة كيف تجد وظيفتك. الصوت والشير تمام يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مهارة كيف تجد وظيفتك. إن شاء الله ربنا يديكم بعون الله كده وتخلصوا يا رب الجامعة بعون الله والماجستير والدكتوراه كمان، وربنا يا رب يديكم كل اللي تتمنوه. ونحاول بقى بعد ما نخلص ندور على وظيفة تناسب إمكانياتنا وتناسب المؤهلات اللي إحنا حصلنا عليها. طيب تعالوا كده نشوف كيف تجد وظيفتك. الأيام دي في سوق العمل والميديا المنتشرة في كل مكان دي، يا ترى أنا لو حبيت أتوظف أو أدور على وظيفة أدور عليها فين؟ إزاي أبحث عن وظيفة؟ أقول لك بص، أنت عندك حل من الاتنين، يا تقعد تراقب الساعة بتاعتك يا تدور على وظيفة الأحلام بتاعتك. يعني إيه؟ ما فهمتش. يقول لك بص، يا تركز كده وتدور وما تضيعش وقت، يا اما بقى تقعد تحلم بوظيفه، هبقى وزير هبقى سفير وربنا يديلك ان شاء الله، بس الاحلام عمرها ما بتحقق واقع. انا عايز وظيفه احلامي اللي نفسي اكون فيها وتحقق كل ميولي وكمان تناسب طموحاتي ومؤهلاتي. بص يا سيدي، لازم يبقى عندك اكتر من عنصر. اولا الشغف، أنا حابب أدور على الوظيفة اللي في دماغي. الموهبة دي طبعا لازم تكون عندك. التسويق مثلا لازم يبقى عندك موهبة التسويق، مهارة من المهارات الحالية دي الكمبيوتر، الحاسب الآلي، اللغة. اكتساب المهارات دي لازم في الفترة دي. التسويق دي قلناها، دي بقى الأيام دي في سوق العمل لازم يبقى عندك خبرة ومجال في التسويق، مش البيع والشراء، لا التسويق بمفهوم العام، أسوق معلومة، أسوق فكرة. اختر مراحل حياتك المهنية. عايزك كده وانت قاعد تفكر في الوظيفة اعرف نفسك ومقدرتك ايه. في حاجة اسمها تحليل سوارت، ده بيتكلم عن الشخصية، بيقول لك حلل شخصيتك وذاتك واعرف إمكانياتك. وانت قاعد برضو بتفكر شوف المهنة بتاعتك المستقبلية اللي انت عايز تفكر فيها ايه، هتتعلم ايه وايه اللي هتعلمه للآخرين. لازم زي ما بتفكر انت هتكتسب ايه اللي حواليك هيكتسبوا ايه منك. في اختصارة كده عندي اسمها الـ KSA، Knowledge معرفة، Skills مهارات، Abilities يعني قدرات أو Aptitudes. الـ KSA ثلاث حروف دول أو ثلاث مهارات دول يبقى مكتسبهم وانت بتفكر في البحث عن مجال للعمل. طيب في أثناء البحث عن الوظيفة، إيه هي المراحل اللي أتخذها وأنا ببحث عن وظيفة؟ بقول لك في حاجة قبل البحث، وحاجة أثناء البحث عن وظيفة، وحاجة بعد البحث عن الوظيفة. قبل البحث عن وظيفة زي ما إحنا بنعمل معاكم كده، بننميكم مهنيًا، تدخل في المسار المهني وتنمي نفسك، تعرف إزاي تعمل سيرة ذاتية وخطاب التقديم أو الترشيح للوظيفة دي. تدخل على المنصات ومواقع التوظيف وتتابع ايه الشغل المطلوب اللي من دول، ايه المؤهلات المطلوبة اللي من دول. طيب اثناء بقى البحث عن وظيفة، ده كان قبل ما ابحث، اثناء البحث عن وظيفة اعمل ايه؟
أتعلم مهارات التعامل مع الآخرين، أتعامل مع الناس وأنمي موهبتي وسطيهم، مهارة المقابلة عشان تزود ثقتك بنفسك أثناء المقابلة الشخصية، تقييم العمل، أي حاجة أقوم بيها أقيم نفسي من خلالها. بعد ما أبحث عن وظيفة أنتظر الملاحظات بتاعة المقابلة الشخصية لأنها هتنفعني، هتنفعني بعد كده لما لو لا قدر الله طبعا ما اتقبلتش وهقدم على وظيفة تانية، يبقى هيكون عندي إيه الملاحظات اللي كانت عليا إيه أثناء المقابلة الشخصية. وتحليل الصور ده إيه، ابحثوا يا أولاد عنه في النت، هتلاقوا تحليل باث صورته ده حلو خالص، بيتكلم عن النفس وعن تحليل الشخصية، خدوا عنه معرفة كده أو معلومة عامة. أساليب التوظيف الشائعة، إيه اللي حاليا بقى منتشر للحصول على وظيفة؟ التوظيف الداخلي، الناس اللي بتعين بعضها كده، يعينوا بعض قرايب بعض، محدش بيحس طبعا بأي إعلانات، الشركة لوحديها بتعين فيها ناس، بتبقى حاجات داخلية كده ما بينهم، يا إما عن طريق شبكة الاتصال، المواقع المنتشرة، مواقع التواصل الاجتماعي، أو إعلانات ممكن تنزل عن طريق الجرائد أو وسائل الاتصالات. وفي حاجة جديدة اسمها وكالات التوظيف، وكالات مفتوحة مخصوص للتوظيف انتشرت أونلاين، كل حاجة دلوقتي بقت أونلاين زي البيع والشراء كده. أين أجد وظيفتي؟ احنا قلنا من شوية في ملتقيات التوظيف، مواقع خاصة تسيب فيها بياناتك وتبحث فيها عن الوظائف، الموقع الإلكتروني للشركة، الشركات دي بيبقى ليها مواقع إلكترونية، كل فترة أنا متابع شركة معينة ونفسي أشتغل فيها أتابع الموقع بتاعها لو طالبين وظائف أو مؤهلات تناسبني. ومنصات التوظيف اتكلمنا عنها، في منصات خاصة مخصوصة حتة التوظيف دي، بس إنها تاخد بياناتك وتبعت لك لو في وظيفة تناسبك. مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الفيس واللينك إن والحوارات دي وتويتر، وفي موقع اسمه ووك إن من المواقع المشهورة، غير طبعا شبكات الاتصال كلها اللي على الإنترنت. ملتقى التوظيف، قبل بقى ما أشوف ملتقى التوظيف لازم يبقى عندي معلومات عن سوق العمل. يعني الأيام دي أي حد بيطلب إيه؟ عايز حد عنده لغة، وعايز حد عنده إمكانيات في الحاسب الآلي أو حاصل على شهادات تكنولوجية، يبقى أنا أعرف سوق العمل طالب إيه وأنمي نفسي في المهارات المطلوبة. تحضير نقاط قوتك، أعرف بقى أنا إيه الشاطرة فيه، إذا كانت لغة أو مهارة الكمبيوتر أو مهارات هتساعدني في التوظيف أنميها. ميعاد الوصول، طبعا هستنى ميعاد الوصول بتاع المقابلة الشخصية وابقى في احسن مظهري اثناء المقابلة الشخصية، اظهر شغفي وحبي للوظيفة، انا حابب المجال ده وحابب اشتغل فيها، عشان في المقابلة الشخصية يحسوا انك انت ايه ممكن تبقى مؤهل للوظيفة دي. في ملتقيات فتحت مخصوص للتوظيف بمصر كتير، كلها باللغة الإنجليزية أو العربية، كل دي أسماء ملتقيات تدخل تبحث فيها تلاقيها كلها بتتكلم عن سوق العمل. شغلاني، جوب نايل، ورسنا، ملتقيات توظيف متخصصة، ملتقيات توظيف الحكومية، ألكسندريا، كل دي أسماء ملتقيات هتلاقيها على النت. طيب احنا قلنا لو في شركة متابعها او عايز اتابع الشركة دي واتابع اللي بينزل عليها ايه، اتابع الموقع الرسمي واتابع الشركة نفسها على اللينك ان، انا ممكن تنزل اي طلبات هي عايزاها للتوظيف بالاضافة الى صفحة الفيسبوك الخاصة بالشركة دي. طيب لو نزلت دلوقتي وظيفة مثلا في شركة ما زي شركة كوكاكولا أو الشركات العالمية دي وطالبين إيه؟ إيه موظفين، وطبعا لازم أتأكد من إن الموقع الإلكتروني ده أو إن الشركة دي هي صاحبة الإعلان،
وأتأكد من الوظيفة، أعرف كتير عن الشركة، أعمل بحث عن الشركة دي، الشركة دي فعلا وليها فروع فعلا في المكان ده وشغالة في إيه والمجال بتاعها إيه، علشان كمان أعرف الموعد النهائي للتقديم للوظيفة اللي هما عاملين عليها الإعلان. الدنيا تطورت دلوقتي في منصات للتوظيف، كل دي يا شباب منصات للتوظيف كلها بنشوفها دايما ونشوف الإعلانات عليها بتاعت التسويق، كلها بيبقى عليها توظيف، وساعات التوظيف بيبقى أونلاين، حاليا في حاجات بتبقى أونلاين أكتر من أوفلاين، والتسويق زاد أكتر أونلاين. جو بيزلا دي إيه؟ واحدة من المنصات أهو، وبيعرفك كمان إزاي تدخل على المنصات دي وتسجل فيها، وشكل البروفايل بتاعك بيبقى إيه؟ ده حاجة أكثر احترافية الأيام دي في الوظائف وخاصة أونلاين. ودي البيت دي كمان منصة تانية بيعرفك عليها تدخلها ازاي، وشكل البروفايل اهو الصورة بتاعتك وتكتب ايه فيها، كل دي منصات. ودي ايه؟ جوب ابليكيشنز، تحطي الابليكيشن للوظائف المطلوبة او اللي انت طالبها بالمؤهل المناسب ليك. حاجات كتيرة قوي على النت، اي حد بيعرف يعمل مهارة زي مثلا الفوتوشوب او ديزاينر او حاجه بينشرها في مواقع معينه ويعلن عن نفسه بالشغل بتاعه عشان الناس تعرف ان انا بعرف ارسم او اعرف اعمل مواقع او اعرف اعمل ايه. ودي منصه انديد خاصه برضو بالوظائف وطلب الوظائف. وظائف نفس الحكايه، كلها دي منصات خاصه بالعمل والتوظيف. والمفروض حضرتك علشان تبقى متابع تدخل أغلبية المنصات دي وتتابع الوظائف وتتابع المطلوب للوظائف دي عشان تعرف سوق العمل بيطلب إيه اليومين دول. مواقع التواصل الاجتماعي دي عارفينها، اللي هما انستجرام واللينكد إن والفيسبوك، التلاتة دول كلنا عارفينهم ندخل فيهم ومتابعين وعاملين فيهم إيه صفحاتنا. الفيسبوك سواء صفحات أو مجموعات أو المؤثرين من أصدقاء عليه برضو ممكن أتابعهم وأتابع فرص عمل من خلاله. أمثلة على صفحات الفيسبوك، لو دخلت على الصفحات دي هتتكلم عن وظائف، طور وغير، تدريبات الوظائف الصيفية، يلا وورك، القدرات الموهوبة، وورك إيجي، شباب بلدنا، وظفني حالا، صفحات متخصصة كلها دي في مجال إيه؟ التوظيف. ودي برضو أمثلة على صفحات الفيسبوك، بيديك أمثلة كتير عشان تدخل تتفرج وتتصفح وتشوف إيه الوظائف إيه المطلوب فيها. شغل لأجلك، job for you بتاع شغل، شغلني شكرا، القدرات الموهوبة، وظائف ثقة، يلا work، مجموعات متخصصة، كل دي يا شباب صفحات على الفيسبوك. وديني طبعا أمثلة للشباب المؤثرين في التوظيف، دول بقى اللي بيعرفوا يجذبوا الشباب ويعرفوا يعملوا حركات في الفيسبوك والصفحات بتاعتهم. اللينكد ان دي بسمع عنها كتير، بلاقي هناك ايه؟ شبكة قوية وفرص عمل لتسويق نفسك على اللينكد ان. اكتب الحاجات اللي بتعرف تشتغلها او المهارات اللي عندك واعلن الشغل بتاعك وانشره عن طريق طبعا حساب او تبويب الوظائف الموجوده على لينكد ان. ودي شكل اللينكد ان، المنصه بتاعت لينكد ان، لما تدخلها وتعمل عليها ساين ان وتحط البروفايل بتاعك اسمك وتسجل على المنصه، يديك كده شكل البروفايل لما تدخل المنصه دي، وايه البيانات اللي تكتبها عن نفسك. الوظيفة اللي نفسك تكون فيها. ناس كتير كاتبة طالبة تدي الإمكانيات بتاعتها على الوظائف. الانستجرام طبعا كلنا متابعين عليه، كلنا لنا صفحات على الانستجرام،
بلاقي في الانستجرام فرص مختلفة ومجال محدود، مش أوسع طبعا زي الفيسبوك ولا المنصات العالية دي، بس بيبقى فيها مجال أو حتى فرصة إنك تبحث عن عمل وتنمي فيها مواهبك. دي بقى منصة ووك إن، وفي حاجة اسمها النتورك، شبكة من شبكات النتورك دي برضو خاصة بالتوظيف. برضو في إتاحة لمجال الوظيفة منين؟ في وظيفتي الحالية أنا ممكن أنمي وظيفتي وأكون في حاجة أحسن لو لقيت حاجة أحسن. الوظيفة السابقة أكيد لو الوظيفة السابقة بتاعتي ما سبتهاش غير لما لقيت حاجة أحسن علشان أتنقل ليها. برضو بتيجي الوظائف عن طريق الأصدقاء والعائلة، ده بيقول لي ده وده بيوصي ده وده شاف وظيفة لده، فطبعا بتيجي عن طريق الأصدقاء والعائلة. ده بالإضافة إلى الكلام اللي اتكلمنا عنه من شوية عن منصات وشبكة الإنترنت. بشوف كمان حاجة تانية منين؟ من الأحداث، منطلقات التوظيف اللي قلنا عليها من شوية، الندوات اللي بتتعمل عبر الإنترنت. شركات بتعمل ندوات عن الشركة نفسها وإيه المطلوب فيها وسوق العمل فيها إزاي. الدورات، في دورات بتتعمل لنا عبر الإنترنت بالاتصال بالإنترنت أو بدون الاتصال. في دورات فعلا بتتعمل حاليا للشباب لتنمية المهارات بسوق العمل، زي ما احنا عاملين كده، زي ما عملت طور وغير. وعندك شبكات الإنترنت زي الفيسبوك واللينكد إن. كيف بتتم التوظيف أو الوظيفة نفسها؟ عن طريق مكالمات أو رسائل بريد إلكتروني، بوصل البيانات بتاعتي لصاحب العمل زي ما بيطلبها، ممكن يطلبها عن طريق السي في بتاعك، ابعته عن طريق البريد الإلكتروني أو بعت رسائل خاصة بمعلومات عنك. في حاجة تانية اللي هي المقابلة الشخصية أو الاجتماعات، ودي بتبقى أساسي طبعا في القبول. عندنا حاجة اسمها التحديث الوظيفي، دي انك تكون عندك طموح تبقى اعلى في مجال تاني، او انك تسيب الوظيفة وتعمل تحديث اعلى، تروح مكان احسن، حاجة تنمي فيها مهارات اكتر. يديك مثال هنا بيقول لك ايه، اقضي المزيد من الوقت في التطوير والبحث مثل الوظيفة. طبعا انا لازم اطور من نفسي لتنمية المهارات الايام دي سوق العمل، لازم اتابع المطلوب في سوق العمل، ولازم أعمل تنمية بشرية لنفسي علشان أساير وأحصل على وظيفة أعلى أو أحسن. خلصنا جزئية البحث عن وظيفة. هديكم فرصة 3 أو 4 دقايق كده قبل ما أدخل في مهارة تانية للسؤال في المهارة دي. لو في أي استفسار أنا معاكم. هي المهارة دي بس عشان يعرفك ان في منصات وفي حاجات كتير انت اكيد مش عارف انك ممكن تبحث فيها عن وظائف او تحصل على وظائف ازاي. ولما تدور وتشوف الوظائف المطلوبة برضه هتعرف سوق العمل طالب ايه، بالتالي انا انمي قدراتي وانمي نفسي والتعليم بتاعي. زي ما قلنا المطلوب حاليا دلوقتي في اي مجال الحاسب الآلي، وطبعا اللغة، اللغات دي بقيت حاجة مطلوبة في كل مكان. طقة، اتفضلي يا طقة، افتح المايك. افتح المايك يا طقة، متاح لك. طيب اكتبي لي رسالة لو مش عارفة تفتحي المايك، أنا معاكي. سامعاني يا طه؟ طيب اكتبي رسالة لو عايزة تسألي.
طيب عموما نخلص المهارة التانية ونشوف لو في أي استفسار معاكم برضه. المهارة التانية اللي هتكلم عنها النهاردة هي مهارة فريق العمل. مهارة جميلة بنتكلم فيها عن التعاون وعن النجاح وإزاي أستمر في التقدم في النجاح بتاعي. طبعا إن ما كانش فيه فريق عمل متعاون أكيد مش هيكمل للآخر. فريق العمل، كلمة تيم، الناس بتقرأ كلمة تيم على إنها فريق، بينما مع الناس بقى اللي بتفهم كلمة فريق فسرت لي كلمة تيم يعني إيه؟ حرف التي together معا، اي everyone الجميع، A الشيء يحقق، M more المزيد. شوفوا الكلمات الجميلة دي لما ضمها على بعض هيقول لي معنى كلمة تيم يعني معا الجميع يحقق المزيد. الله، يعني مع بعضينا هنحقق أكتر. طب يعني إيه فريق؟ يعني إيه فريق؟ يقول لك مجموعة بيتميزوا بمهارات متكاملة فيما بينهم، تجمعهم أهداف مشتركة وغرض واحد. طيب أدي مثال على فريق العمل، زي مثلا إيه؟ فريق الكورة، مجموعة من الأفراد ليهم نفس المهارة، بيعرفوا يلعبوا كورة ومتفقين مع بعض على إن المهارة دي مهارة جميلة وإحنا بنبدع فيها. كل واحد فينا بيكمل التاني، خط الدفاع، خط الأمام، اللي ورا، اللي قدام، اللي واقف جون، كل واحد فيه ليه دور وعارف ان دوره بيكمل دور زميله، وهدفنا واحد اللي هو ايه؟ ان احنا نفوز في المباراة. مش ده هدف الفريق برضو؟ طيب بيقول لي ايه الفرق بين الفريق والمجموع؟ اي شوية مع بعض مدرسين لغة عربية اسمهم فريق، اي مدرسين او مجموعة مع بعض بيشتغلوا في قسم اسمهم فريق؟ اقول لك لا، في فرق بين الفريق والمجموع. في المجموعات هنا بيبقى رئيس العمل هو اللي بيدير المجموعة، الرئيس بتاعهم بيدير المجموعة، قائم بالأعمال الإدارية بتاعته، بيدي القرارات في الآخر وخلاص، ده صانع القرار، كلامي أنا اللي بيمشي في الآخر. بينما في فريق العمل القائد هو اللي بييسر للفريق، بيساعدهم علشان هم يكملوا بعض زي ما بيبقوا مع بعضهم كده كفريق، أكملك وتكملني، مفيش رئيس ومرؤوس، إحنا مع بعض، أديك فكرة تديني فكرة، إحنا التنين بنساعد مع بعض وبندي تناغم لفريق العمل. طب دور الإدارة بالنسبة للمجموعة، طبعا رئيس المجموعة، المجموعة هنا بيسيطر عليها وبيتحكم فيها ويترأس عليها ويشرف على الأداء وينتقد أي حاجة بيشوفها. بينما في فريق العمل بقى المتعاون، دور الإدارة هنا إيه؟ بيبقى فيه لقاءات مليانة بالتفاعلات والمناقشات الحرة وكل واحد يبدي رأيه. الفريق بيخطط لشكل العمل مع القائد، والفريق هو من يقوم بعملية الإدارة، لا رئيس ولا مرؤوس. طيب بالنسبة للتركيز على الأداء بقى، بيتم التركيز على الأداء الفردي، كل فرد بمجهوده، بينما في فريق العمل التركيز بيكون على أداء الفريق كاملاً، بيذكر اسم الفريق ما بيذكرش اسم فرد. التنافس بين الأعضاء بينهم وبين بعض في المجموعة، بينما في الفريق الأعضاء بيعملوا كوحدة واحدة مشتركة بيكملوا بعض. طب بالنسبة للاتصال في مجموعات العمل بيكون إزاي؟ الاتصال من القائد إلى المجموعة أوامر مباشرة، بينما في فريق العمل التواصل من القائد للفريق والعكس من الفريق إلى القائد، في تبادل آراء وفي تبادل خبرات وفي تبادل قرارات. بالنسبة للقرارات هنا بتتخذ بناء على رأي القائد ده في مجموعة العمل، بينما في فريق العمل بقى لا، العكس خالص، القرار بيتخذ بناء على رأي الفريق ككل، الأغلبية، إيه رأيكم؟ خلاص الأغلبية وافقت على حاجة يبقى ده رأي فريق.
الأهداف بالنسبة لمجموعة العمل تحدد من قبل المنظمة، أوامر رسمية محددة بتيجي عليهم على طول بينفذوها، بينما في فريق العمل تحدد الأهداف من قبل أعضاء الفريق أو المنظمة، مش المنظمة بس. المساءلة هنا طبعا بتبقى فردية، كل واحد يغلط يشيل غلطه، كل واحد يعمل حاجة كويسة بيتحمل هو الشغل بتاعه، بينما في فريق العمل بتبقى فردية وجماعية. أكيد طبعا فردية في حالة خطأ فردي، وجماعية في حالة مكسب الجميع، بتبقى إيه؟ للجميع كفريق. إزاي أنا مع المجموعة بتاعتي أكون عضو فريق فعال؟ أنا دخلت وسط جماعة أو مجموعة، عايز أنمي نفسي وسط الفريق ده وأبقى عضو فيه مهم أو فعال. أفهم أهداف الفريق ده، الهدف من الفريق المعمول ده إيه؟ هتواصل معاهم بطريقة جيدة، أتعرف على كل الأعضاء الموجودين في الفريق، ويكون ما بيننا احترام متبادل. أنت بقى كن قدوة للناس عشان الناس تعمل زيك، شخصية محترمة، شخصية مهذبة، قابل للحوار والتفاوض، عشان هم يبقوا زيك ويبقوا إيه؟ نفس الأسلوب اللي أنت بتتعامل معاهم. انشر دائما الطاقة الإيجابية في الفريق، بلاش الإحباط، بلاش الإحباط. مش كل ما فريق ينوي إن إحنا داخلين مباراة أو هنعمل شغل فيه يبقى فيه إحباط، لا، إدي طاقة إيجابية عشان تبقى محبوب ما بين الناس. طيب كيف تكون عضو فريق فعال؟ من الحاجات الجميلة هي إيه؟ التواضع. أنت حتى لو قائد الفريق ده بالتواضع، وأنا واحد منكم، هتحسسهم كلهم إن إحنا واحد فعلا، فريق عمل. ثق وكن متواضع بثقتك. أنا متواضع بثقتي، مش بقلل من نفسي وسطيهم، لا، إحنا كلنا واحد، والرأي السليم يمشي، مش لازم رأي قائد الفريق، ممكن يكون هو ليه رأي والفريق ليه رأي تاني، والفريق طبعا ممكن يكون شايف حاجة مش شايفها هو، فبالتعاون والمشاركة بيتم الرأي الصالح. تعرض المساعدة دايما دايما، خليك متعاون وبتعرض المساعدة على أي حد قدامك، والأهم بقى والأحلى إنك تساعد في حل المشكلات ما بينكم عشان ما تبقاش أصلا في أي مشكلة. الخصائص العامة لفريق العمل: القيادة المشتركة، احنا قلنا في تعاون مفيش اتخاذ قرار مفرد، الاتصالات المفتوحة، مفيش حد يوصل معلومة لحد، احنا مفيش حد ما بيننا أعلى من التاني، كلنا بنتواصل مع بعض ونكلم بعض في أي وقت. البيئة الودية، وجود الود والاحترام طبعا بيزود ما بيننا العمل والترابط. التعامل مع الاختلاف، ثق دايما إن دايما كلنا مختلفين عن بعض، كل واحد فينا مختلف عن التاني، بس نتعامل مع بعض بتقبل الاختلاف، كلنا فينا عيوب وكلنا فينا مميزات، كلنا فينا عيوب وكلنا فينا مميزات، بس الحلو بقى ايه؟ ان احنا نتقبل عيوب ومميزات بعضين، العيوب نحاول نبعدها عن بعض والمميزات نحاول نزودها وننميها فينا، ونتقبل اي حاجة مع بعض. الخصائص العامة لفريق العمل، ايه الصفات بقى اللي بتصف فيها فريق العمل؟ التقييم الذاتي، بنقيم نفسنا على طول، يلا يا جماعة احنا كنا النهاردة في الماتش احسن، عايزين المرة الجاية نبقى احسن واحسن، لا، المرة دي كنا احسن من المرة اللي فاتت. المشاركة في جميع اعمال الفريق، تعاونك بيكون في جميع الجوانب، انا بساعد ده وبساعد ده وبساعد ده وبساعد ده، تبقى عندك خبرة في كل جوانب الفريق، ودي ميزة حلوة. لو واحد في فريق الكورة مثلا أكيد بيسيبه احتياطي، لو واحد فيهم وقع ولا تعب المباراة مش هتقوم، لا، في بديل وفي استراحة وفي ناس بتدخل، في ناس بتتعب بتيجي مكانها، فلازم يبقى فيه إيه؟ مشاركة في جميع الأعمال. اتخاذ القرارات الجماعية، ودي اتكلمنا عنها من شوية.
وضوح الأدوار والمهام. لما يبقى في واحد، كل واحد ليه دور محدد ومهمة محددة، أكيد هيتقنها أحسن من إن كل واحد يدور أنا هعمل إيه أنا هعمل إيه. مفيش تخطيط، مفيش نظام، أكيد طبعا مش هيتم شغل الفريق بأفضل حال. مراحل بناء الفريق. الفريق بيمر بمراحل كتير، بيبقى فيها ساعات مشاكسات، ساعات فيها شغل، ساعات فيها حوارات، ساعات بنشد في بعض ونمسك في بعض ونطلع لحد ما نوصل لمرحلة إيه؟ بناء الفريق ونكون فريق مع بعض. تعالوا نشوف المراحل دي بسرعة ونتكلم عنها. أول مرحلة للفريق هي مرحلة الفورمينج أو البناء. إزاي ببني الفريق بتاعي؟ الأول بكون الفريق وأعمل اجتماع للأعضاء. بعد ما أعمل لهم اجتماع ده في البداية، بخلي الأعضاء دول يتعرفوا على بعضهم. لازم نعرف بعضينا ونتعرف على بعض ونقدم نفسنا لبعض. نوافق كلنا على الأهداف والأعمال اللي اتوزعت علينا. كده احنا متفقين مع بعض وراضين بالوظائف والمهام اللي احنا هنقوم بيها. نحط مع بعضنا كفريق بعض القوانين اللي هنعمل عليها الأيام اللي جاية. الخطة المستقبلية بتاعتنا هتكون حوالين ايه؟ القائد في اللحظة دي بقى ما بيتدخلش غير في حتة التوجيه، بيسيبهم يتعاونوا ويتكاتفوا مع بعض ويديهم بس في الآخر النصائح والتوجيه. المرحلة التالية هي ايه؟ التانية هي العصف. بتظهر بقى في المرحلة التانية حاجة نوع من الصراعات والخلافات ومعارضة الرأي، وانت رأيك صح وانت رأيك غلط، وايه الدنيا بتبقى بدأت ايه؟ تسخن وعواصف. في الفترة دي بقى بتظهر خصائص للأفراد. بكتشف ان كل واحد فيهم بيعبر عن أفكاره الخاصة. لما نبدأ بقى نشيل مع بعض ونقعد نخبط في بعضينا، بتظهر أفكار كل واحد فينا إيه، وتظهر عداوات ونزاعات بين أعضاء الفريق، ويزداد التنافس مين عايز يمسك المركز ده ومين عايز يمسك المكان ده، وإزاي يأثر في الآخرين. يجي بقى دور القائد في المرحلة التانية دي اللي هي سترومينج أو العصف، يبدأ إيه؟ يهدي ويقود الفريق نحو الأهداف والأدوار المحددة. ممكن تكون فترة النزال دي مفيدة مش وحشة، أظهرت قدرات ناس وأفكار ناس، والناس بتفكر في إيه حوالين بعضيهم. القائد الناجح بقى يستفاد منها في إنه إيه؟ يعيد توجيه الأدوار والأهداف علشان كل واحد ياخد الدور المناسب ليه. بعد طبعاً ما خلاص عملنا الخلاف وقعدنا الأدوار، تحصل مرحلة الاستقرار أو النورمينج، دي المرحلة الثالثة. الأعضاء الفريق في المرحلة دي بيعتمدوا على إيه؟ المعايير والقيم التنظيمية اللي اتفقوا عليها علشان ينظموا علاقاتهم ويحققوا الهدف اللي كانوا متفقين عليه من المرحلة الأولى. القائد هنا بيحط لهم المعايير اللي تتحكم في سلوكيات الأعضاء. خلاص أنا عرفت من الخلافات اللي فاتت كل واحد سلوكياته إيه، ويحط جزئية الإحساس بالشعور والتمسك بين الأعضاء. عايزهم يرجعوا يتمسكوا ببعض. خلاص عرفنا نقاط بعض وعرفنا ضعف بعض وعرفنا إيه اللي ممكن نبقى قوي فيه، فبالتالي إيه؟ عايزين نرجع نتمسك ببعضينا، وتظهر الثقة بشكل أوضح بين أعضاء هذا الفريق. المرحلة دي حلوة بعد المرحلة الثانية للثالثة. خصائص المرحلة الثالثة بقى إيه؟ تبدأ شخصية الفريق بالظهور، يبدأ بقى كل واحد شخصيته يظهر. وطبعاً هتكون الخلافات الأولانية دي خلاص تم حلها. أثناء حلنا بقى اتفقنا على طرق وأساليب العمل والقوانين اللي هيمشي بيها الفريق، واتفقنا على المهام المطلوبة مننا كفريق أو أدوار الفريق هتكون إزاي. وطبعاً بيصبح التواصل أكثر انفتاحاً وأكثر تعاوناً. وفي نهاية المرحلة دي ببقى عرفت نقاط القوة والضعف عند كل فرد من الأفراد. المرحلة الرابعة هي المرحلة الإنتاجية. خلاص بقى احنا فهمنا هنمشي ونعمل ايه. المرحلة دي تصبح العلاقات بين أعضاء الفريق ثابتة ومستقرة. كل واحد عارف دوره ايه وايه الشغل بتاعه
والهيكل الوظيفي بتاع كل واحد فينا ايه، والاهداف اللي هنساعد بيها بعض، وكل واحد ايه الدور اللي هيقوم بيه. وطبعا بيتم التركيز في المرحلة دي على حل المشكلات واتخاذ القرار علشان الانتاجية. في المرحلة دي بقى خصائصها ايه؟ بيركز الفريق على الانتقال من التركيز على النمو الفريق او المشروع او المجموعة اللي كونت فريق دي، بتبدأ ايه تنمو تزدهر تحقق نجاح. كل عضو في الفريق يعرف كيف يعمل مع الآخر، خلاص فهمنا بعض وعرفنا ازاي نكون مع بعضينا اسلوب للتعامل والحوار كفريق واحد. الفريق بيكون في وضع قوة لمواجهة المشكلات وحلها، خلاص قابلتنا مشاكل وحلناها مع بعض وهنعرف نواجهها ازاي. يكون هناك نمو قوي من الانتاجية باتجاه الهدف النهائي للمشروع، خلاص بدأنا نوصل لتحقيق الأهداف بتاعتنا والهدف النهائي خلاص بالنسبة لنا بقى محدود. وظيفة القائد ايه بقى في المرحلة الانتاجية دي؟ ان يكون ميسرا لفريق العمل، مساعد طبعا مساهم معهم. نيجي في المرحلة الخامسة او النهائية، مالها المرحلة دي؟ شايفهم كلهم مبسوطين، انا ايه في ايه؟ يتم في المرحلة دي حل الفريق، حل كل مشاكله، وانتهت المهمة بنجاح وحقق كل الاهداف. طبعا خلاص خلصنا الأهداف اللي اتفقنا عليها، منتظرين نحقق أهداف جديدة. المرحلة الخامسة دي خصائصها ايه بقى؟ في المرحلة دي في بعض الفرق بيزيد إنتاجها في المرحلة دي، وفي بعض الفرق بتبقى فيه احتمالية ان تقل نتاجها بسبب شعور الأعضاء بالحزن ان العلاقات التي بنوها قاربت نهايتها. في مجموعات بتتم بطريقة مؤقتة لقضاء مصلحة معينة، فدول بيسعوا طبعا ان خلاص المجموعة بتاعتنا هتنتهي وهيتتكون مجموعات تاني، طبعا زعلانين كفريق عمل ان هم قربوا يخلصوا المطلوب منهم. المهمة بتكون اكتملت في هذه المرحلة والمشروع بيصل الى نهايته ويتم حل الفريق ده. طبعا في حتة الفرق المؤقتة يعني معمولين لشغل معين أو لهدف معين وانتهى الشغل. الأدوار في الفريق، شايفين الشكل الجميل ده؟ الشكل لوحده بيبين لي كلام من غير ما أقراه، لو ما فيش كلام خالص هفهم. كل واحد من دول بيقول لك دور في الفريق. طيب تعالوا كده بالتفصيل. عندي أدوار موجهة للفعل، في هنا ايه ادوار موجهة للتفكير وحل المشكلات. كل دول ادوار بتساعد في الفريق. في ادوار موجهة للناس، ادوار موجهة للفعل زي ايه؟ الشكل او المشكلة اللي بتقع فيها والانتقادات والتكملة النهائية في الأهداف بتاعت الفريق بتاعتنا. الأهداف دي التانية أدوار موجهة للناس، سواء المنسق أو عضو الفريق أو المحقق أو الباحث عن الموارد، دي كأعضاء فريق ما بينهم. أدوار موجهة للتفكير وحل المشكلات زي مين اللي بيعمل الأدوار دي؟ المؤسس أو المراقب أو المقيم أو تفصيل جايبينهم لنا هنا. أول حاجة الدور بتاع المشكل أو الشيبر اللي هو شكل الفريق. نقاط الضعف هنا بتكون إيه؟ الراجل ده بيصاب بالإحباط بسهولة لأنهم بيكونوا دايماً الفريق بتاعه مندفعين، غير صبورين في التعامل مع الآخرين، عدم مقدرتهم على التحمل، وده بيسبب طبعا ايه احساس بالضيق وعدم الارتياح وجرح مشاعر الاخرين. بيخاف طبعا يجرح مشاعر الاخرين بالاحساس اللي هو حاسس به، عدم الارتياح.
طب خصائص المشكل ده ايه بقى؟ او تيم لورا بيميلوا للتحدي، اللي بيكون فريق ده طبعا بيكون عنده ميل للتحدي، وبينجحوا دايما تحت الضغط الكبير. لما يكون في ضغط، ضغط بيعمل قدرة اعلى بالنسبة لهم على الحماس علشان يتجاوزوا هذه ايه الإعاقة. طيب عندي كمان المنفذ. نقاط الضعف بتاعت المنفذ ايه؟ ممكن يكون اللي بينفذ الادوار ده غير مرن، بطيء في تجاوبه مع الاحتمالات والفروض الجديدة، مش مرن، واقف كده في حل مشكلاته. الخصائص بتاعته ايه؟ المنفذ ده بيقوم بتحويل الافكار الموجودة لواقع، بيحاول يسهل في تحديد الاهداف انها تتحول الى حقيقة وواقع. والمنفذ ده دايما بيجلب وسائل منهجية لنشاط الفريق، بيجيب له دايما أو بيدي دايما أمثلة حقيقية، وبيساعد بحاجات حقيقية لتحقيق أهداف الفريق. بليتر أو فينيشر المنهي دايما بيميل إلى القلق، دي نقاط الضعف بتاعته، ويميلون إلى العزلة والانطوائية، ودايما في معارضة وغضب وزعيق مع الآخرين. طيب ايه الخصائص بتاعت المنهي ده؟ هو شخص جاد، بيعمل بضمير، وعنده ضمير وبيحب الشغل، من الممكن ان يقضي وقتا طويلا في البحث عن الاخطاء في وثائق المشروع، بيستطيع ان ينهي الاشياء والمهام في وقتها، حاجة شخصية دقيقة جادة، بيخلص الشغل في وقته ويرى ويفهم المشروع بشكل كامل حتى نهايته. الخصائص والمميزات اللي فيه. المنسق، نقاط الضعف بتاعت المنسق ايه؟ احيانا ينظر اليهم على انهم مشاكسون، يعني اي خلاف ما بيننا بيبص لنا ان احنا مشاكسين، واحيانا يجعلون الاخرين يقومون بالعمل، ومن الممكن ان يقوسوا نتيجة العمل ده وينسبوه لايه؟ لنفسهم. ده بقى نقطة الضعف بتاعت المنسق. طب خصائصهم ايه بقى المنسقين دول؟ تقسيم العمل، قادرين على توضيح أهداف الفريق. الميزة بتاعتهم إنهم بيحددوا توضيح أهداف الفريق، وعلى رئاسة الاجتماعات بيكون هم بيرأسوا في الاجتماع. لديهم قدرات تواصل طبيعية، بيعرفوا يوصلوا المعلومات، ويعتبرون قادة جيدون في القيادة، بيبقى لهم شخصية جيدة. طيب بالنسبة للعمل الجماعي، اللي بيقوموا بالعمل الجماعي دول ايه الصفات ونقاط الضعف بتاعتهم؟ لا يكونون حاسمين في المواقف الحرجة، دي عيب طبعا، عدم الحسم في المواقف الحرجة، ويميلون الى تجنب المواجهات، وما عندهمش نقطة الالتزام. للأسف الحاجة دي نقطة ضعف في اي عمل جماعي. طب خصائصهم ايه؟ اشخاص يريدون من انسجام الفريق، يزيدون من انسجام الفريق، بيساعدوا على انسجام الفريق بتاعنا وتقوية العلاقات لديهم، وعندهم صبر كافي انهم يستمعوا الى الاخرين ويعملوا معاهم علاقات للاستفادة من افكارهم. هي كل حاجة ليها ميزة وعيب طبعا، بس المهم الميزة تبقى طاغية على العيب بتاعه. طيب وظيفة المحقق او المورد، الناس اللي بتكون ماسكة الوظيفة دي يقفزون من مهمة لأخرى، وبينجحوا في عملهم تحت الضغط، دي نقاط ضعفهم، وهم غالبا يقلل اهتمامهم بعدما ينتهي الحماس، بيقل بقى الاهتمام بتاعهم بعد ايه الحماس بتاعهم ما يزيد في البداية، يعني يبدأوا كده في البداية بحماس وطاقة ويلا ضغط عالي وهنشتغل ونأدي، بس للأسف بعد انتهاء الضغط وبدأت الدنيا تهدى الحماس بيقل. طيب خصائصهم ايه؟ عندهم سعة صدر، قدرة على التواصل، قدرة على التعامل مع الآخرين، اكتشاف الفرص، صنع علاقات خارج الفريق. طيب دور المؤسس أو المفكر للفريق، يا ترى ايه نقاط الضعف عنده وايه الخصائص عنده؟ الأشخاص المؤسسين دول يميلون إلى عدم الاهتمام بالتفاصيل والإجراءات والمهام، وساعات من كثرة انشغالهم
بيصبح التواصل بالنسبة لهم غير فعال وبيغضبوا من أتفه الأسباب. دي نقاط الضعف. طب خصائصهم إيه؟ الناس اللي بيقعوا في التصنيف بتاع المؤسس ده يميلون إلى الإبداع والخيال والتفكير. دي حاجة جميلة طبعا. اللي فكر إنه يؤسس فريق بتبقى دايما دماغه في إيه؟ الإبداع والخيال والتفكير الغير تقليدي. وطبعا بيكون عندهم إبداع، وعادة يكون المصدر لأفكار الفريق كلها من المؤسس أو المؤسس. المراقب أو المقيم، إيه نقاط ضعفه في الفريق وإيه خصائصه؟ المراقب والمقيم عدم قدرته على قيادة الآخرين، ما بيعرفش يأثر عليهم، ممكن يقوموا بانتقاده أو انتقاد حد تاني بسبب ضعف خيالهم وتصورهم، ما عندهمش ثقة بنفسهم. يؤدي طبعا كل ده إلى إيه؟ هبوط الروح المعدنية معنوية في الفريق بتاعنا. ما فيش طبعا روح معنوية، خلاص فيه هبوط. إيه ده؟ إيه عدم وجود خيال؟ طيب إيه الخصائص بقى الجميلة في المراقب أو المقيم؟ الأفراد دول لديهم نظرة هادئة واستراتيجية للمشروعات، عندهم بحث، تجميع معلومات، تجميع خيارات كتير متاحة، ويقيموها ويختاروا أدق التفاصيل لاختيارهم. كل واحد من دول ليه وظيفة يا جماعة، ووظيفته دي النقاط والضعف ونقاط القوة فيها. الأخصائي أو الأخصائيين وظيفتهم إيه في الفريق؟ عادة بيساهموا في مجالات محدودة، بيركزوا على التفاصيل اللي تعنيهم فقط وتعني الصورة أكبر بالنسبة لهم، وعادة يكونوا متواصلين سيئين مع الآخرين. للأسف دي نقاط ضعفهم. طب أمال إيه نقاط قوة الأخصائيين بقى؟ أفراد ذات تفكير واحد ومتخصص في مجال واحد، بستفاد منهم بقى في حتة الاستشاريين لما يكونوا في مجال استشارة متخصصة ليهم، هم كاستشاري متخصص في أحد مجالات المشروع. دي الاستفادة بتاعتهم. طيب أنا كفريق عمل، إيه المشاكل اللي ممكن تواجهني كفريق عمل وبتواجه دايما أي فريق من الفرق؟ عدم القدرة على التركيز على المهام، ودي بتحصل كتير ما بين الفرق. عدم المشاركة، عدم تسليم المهام في الموعد، الحاجات دي كلها بتأثر على الفريق وعلى نشاطه وعلى نجاحه. الصراع بين أعضاء الفريق، في مشاكل دايما ومستمرة عمره ما هينجح. التواصل الغير فعال، مش عارفين نتواصل مع بعض، بالتالي مش هنكون فريق عمل ناجح. التردد في اتخاذ القرار، أكيد التردد بيؤدي إلى ضعف الشخصية وضعف الفريق. الغياب المتواصل ليك طبعا بيؤدي إلى إيه؟ مشكلات في وجودك في الفريق. القائد الناجح، إزاي بقى القائد الناجح بيبقى يسيطر أو قادر يسيطر على المجموعة بتاعته؟ بيعمل إيه بقى القائد الناجح عشان يسيطر على المجموعة بتاعته؟ بيدي دايما تحفيز دائم لفريقه، بيبقى فيه دايما حتة إبداع، فيه تشجيع، فيه تفاوض على طول، فيه نقاش، فيه حوار، تواصل فعال، التزام بالشغل المطلوب مني، فيه ثقة ما بيني وبين رئيسي في العمل. يتميز بروح المرح، أشكشري ومعقد ويعقد الناس اللي حواليه. طب الصفات ايه بتاعة الفريق الجيد؟ انا كفريق ايه الصفات اللي تثبت ان انا فريق جيد؟ الثقة، الثقة في نفسينا وفي اللي احنا بنعمله ايه، روح الهدف، احنا عارفين هدفنا اللي احنا بنسعى ليه. التقييم، بنقيم نفسنا كل فترة عشان نعرف ايه اللي بقينا احسن فيه. والمسؤولية طبعا، دي كل حاجة بتقوم بيها عضو بتبقى مسؤول فيها وتاخد جزء من المسؤولية في الفريق. ايه الحاجات اللي بتؤدي الى ضعف الفريق؟ التفضيل، لما يفضل واحد على واحد، واحد يتفضل على الثاني، واحد يحس انه احسن من الثاني، بيحصل عدم ثقة، مفيش ثقة ما بيننا،
فيش ثقة في نفسي. عدد الأفراد، طبعا عدد الأفراد لو قل في الفريق بيؤدي إلى ضعفه. لما أكون شغال ب 12 واحد غير لما أشتغل ب 10 أو ب 6. التناغم، التفكير المتواصل، أو إن أنا وإنت نبقى متواصلين مع بعض والفريق متواصلين كلنا نفس الفكرة ونفس التناغم ونفس الأفكار. لو ما فيش تناغم خلاص ما فيش ما بيننا نقاط مشتركة. عدم وضوح الهدف، لو الهدف بتاع الفريق غير واضح عمرنا ما هنحقق هدفنا كفريق. ايه مميزات العمل في الفريق ده؟ بشارك الخبرات والمعرفة ما بين الزملاء، بتبقى عندي كفاءة أعلى، بكتسب كفاءات، بيجيني دعم وبدي دعم، دعم متبادل، وبالتالي بتحصل فيه أفكار جديدة بتتم ما بيننا، تديني فكرة وأديك فكرة، وتظهر في النص أفكار جديدة للتواصل. في واحد عندنا اسمه مايكل جوردن بيقول إيه؟ الموهبة تفوز بالألعاب، ولكن العمل الجماعي يحصد البطولات. الله، أنت كفرد موهوب ممكن تحصل على مركز وتفوز فيه، لاعب سباحة، لاعب سكواش، لاعب صيد، أي لعبة من المواهب دي لو لوحدك فزت فيها ماشي بتحصل على لقب، لكن البطولات دي اللي بيحصل عليها مين؟ العمل الجماعي. النهاردة خدنا مهارتين، هما مهارتين بعاد عن بعض شوية، بس حاسة ان المهارتين دول هيفيدوك اكتر ان شاء الله، سواء في سوق العمل او في التوظيف او في التعاون. ونلاحظ ان احنا كل مهارات بناخدها بتكمل بعضيها، بتكمل المسار بتاعنا في زيادة الثقة بالنفس والتنمية المهنية. انا دلوقتي عايزة اشوف بس اي استفسار من حضراتكم يا شباب في أي حاجة من اللي قلناه.